وبعد كده نشوف بقى ان شاء الله ايه شويه كلام كده بسيط عن البالس نيوترون، وناخد اكسرسايز برضه سريع عنه. تمام، بدي الحاجة عشان ما انساهاش. ناخدها كمان. الاوبجكت بتاعنا كونتريبيوشن بروفايل، ونعمل كوانتيفيكيشن للريت، نحسب الايه الفوليومتريك ريت. طب اجين احنا بنشتغل فين دلوقتي؟ ان سنجل فيز ووتر انجكشن ويل. في الووتر انجكشن ويل ده بنتكلم على ايه؟ عايزين نعرف كونتريبيوشن بروفايل، وعايزين نعرف الووتر انجكشن ريت، التوتال بتاع البير وفي كل ايه وفي كل زون. محتاجين ايه هنا؟ قلنا خلاص محتاجين بريشر، تمبريتشر، سبينر او الفول بول سبينر، ده يكفي. طيب هو دول عندنا، خلاص دول عندنا وعملنا عليهم كواليتي كنترول وكل حاجه. نبتدي نعمل بعد ايه كده يا شباب؟ نعمل اللي بنسميه الكواليتيتيف انتربريتيشن. الكواليتيتيف انتربريتيشن ده انت بتعمل فيه ايه؟ بالعين تشوف كل الاوبزرفيشنز اللي قدامك. بمعنى رقم واحد انا هبدا كالتالي، هبدا بالسبينر. تعال نبص على السبينر كده مع بعض. ها مين هيتكلم معانا؟ هنا انجكشن بقى من فوق، اي باص يعجبك فيهم هتلاقي عندك هنا this is the total injection. صح، انت الانجكشن جاي من السيرفيس اهو، وبتعمل التوتال الستيشن دي اريا، التوتال انجكشن بتاعك، توتال ار بي اس بتاعتك بتاعت البير. الووتر ده هينزل يتوزع فين؟ اجينست البرفوريشنز دي. مظبوط. تعال نمسك اي باص كده وليكن ال 30 داون ده، ادي كان اري ار بي اس كام؟ او نمسك ال 30 ابحت، كان قالي كام؟ نيجاتيف 2.2. ها مشي ثابت، نيجاتيف 2.2، نيجاتيف 2.2. بعدين هنا ايه اللي حصل قصاد التوب بتاع البريفريشن دي؟ بدا يحصل دروب للار بي اس، بتقل، راح في اتجاه الزيرو اهي، بتقل معايا، بتقل 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 اكروس الانترفال لحد ما بقت نيجاتيف 0.68 ولا نيجاتيف 0.65، ومكمله لحد تحت. ماشيه مع مين؟ مع رات هول ريسبونس او نو فلو ريسبونس. بمعنى كده ان كل الانجكشن دخل فين؟ دخل في الزون دي. واضحه؟ تمام. طيب انا هقولها تاني، كل الانجكشن دخل ده اقدر اقول ايه؟ يس، بس معاها اضافه بسيطه جدا، الا ان يكون في بعض الفلويد ستيل از موفينج بس بلو ذا ريزوليوشن اوف ذا سبينر، تحت الثري شولد، ماشي بسرعه اقل من الثري شولد فيلوسيتي اللي بيشوفها مين؟ السبينر. تنفع؟ تنفع. يعني تخيل الثري شولد مثلا فيلوسيتي 3 فيت بير مينت او 5 فيت بير مينت، اللي هي بتعمل تقريبا 200 بارل ولا حاجه. فلو عندك كل الانجكشن دخل هنا ما عدا 200 بارل، ستيل برضه هيفضل نفس الريسبونس، صح؟ يعني ال 100% زي يكون باقي معايا 200 بارل مكملين لتحت هنا، ما اقدرش اشوفهم برضه. مظبوط؟ عشان كده تبص جنبك على مين؟ ده متكرر في كل البساط بقى، خد ده دروبد اهو لحد ما بقى ماشي من تحت البريفريشن دي ستريت لاين لحد رات هول، يعني ده كله نو فلو زيرو. نفس الكلام اللي جنبه اللي جنبه اللي جنبه كله بادئ من العالي قل، وبعد كده ماشي ستيبل، والقرايه بتاعته ماشيه بالظبط شبه القرايه اللي فين؟ اللي في الرات هول. تمام؟ تعال نبص بقى على مين؟ على التمبريتشر. لو كل التمبريتشر ماشي معايا، شايف التمبريتشر قليله خالص ازاي؟ بتتكلم على 116 ولا 17. التمبريتشر الحقيقيه بتاعت الفورميشن عارف كام؟ شوف اللي تحت دي كام كده؟ القرايه بتظهر تحت خالص على الشمال هنا يا شباب. القرايه دي كام؟ 170 فهرنهايت. 170 لكن دي 116،
116 دي هي الووتر اللي انت بتعمله بامبنج من السيرفيس، الكولد ووتر، التمبريتشر مش حاسه بكل اللي حواليه، هتلاقي ده مكمل كده لحد السيرفيس، الجريدينت ده ما بيتغيرش خالص، التمبريتشر تقريبا 116، توصل السيرفيس تبقى 110 مثلا ولا حاجه، هي كده بيري كولد. تعالى بص هنا ايه اللي حصل تحت الانترفال دي بعد ما فقدت معظم الووتر، ايه اللي حصل التمبريتشر حصل لها ايه؟ حصل صادن انكريز اهي، شايف الجريدينت اتغير خالص من تحت النقطه دي، صح ولا لا؟ واضحه ولا لا؟ تمام. واضحه، بدات تزيد جامد التمبريتشر، بس بقى عند النقطه دي بالتحديد بدات تزيد خالص، شايف عند النقطه دي افقيا، هنا بتكلم على 130، امشي كده عند نفس الدبل ده على اليمين خالص، هنا تلاقي بقت 156، يعني 25 فيت، سوري 25 فهرنهايت within few feet 1 or 2 feet، صح؟ تمام. زائد 25 فهرنهايت مرة واحدة، معناه اللي عند النقطة دي فوقيها هنا في حاجة وتحتها حاجة تانية خالص، مظبوط؟ يعني عايز نقول ايه من هنا؟ عايزين نقول ان فعلا السبينر مظبوط، معظم الانجكشن دخل الانترفال دي، بس ستيل معايا شوية ايه؟ شوية انجكشن قليلين جدا مكملين معاك، هم السبب في ان ايه؟ انك ما شفتش التمبريتشر دي على طول مباشرة. وضحت؟ عارف لو انا نزلت من هنا بقى زيرو كنت خدت الجريدين ده على طول، شايف الجريدين ده؟ كنت خدته على طول من النقطة دي هنا كده. لكن اللي حاصل ان ستيل عندك شوية ايه؟ شوية ووتر بيتحركوا معاك بس بلو سبينر ثري شولد، تحت الثري شولد اوف ذا سبينر. وضحت؟ خلاص كونتريبيوشن بروفايل عرفته من الكواليتيتيف، عرفته اهو، انا ممكن اقول اي كان سي ان كل الانجكشن بيروح هنا بس، حتى لو في كميه بتروح تحت، الكميه دي بسيطه جدا جدا، ما هيش حاجه بالنسبه للبير. طب الخطوه اللي جايه بعد كده ايه؟ انا عرفت التوزيع، عاوز اكوانتيفاي، بيقول لك هاو ماتش ريت توتال وهاو ماتش بيروح لكل ايه؟ لكل انترفال، جوز تو ايفري انترفال. تعال نشوف كده. أول خطوة نعملها لازم نتحول بالسبينر من الار بي اس دومين لفين؟ للفيلوسيتي دومين. لازم أجيب فلويد فيلوسيتي الأول. طب عشان أجيب فلويد فيلوسيتي الأول لازم أعمل سبينر كاليبريشن. أعمل سبينر كاليبريشن إزاي؟ من هنا بتروح على حاجة اسمها البي ال أو البرودكشن لوجنج، هنا تكليك عليها وتقول له أوكي. يقول لك انتربريتيشن، أنا هسميه ده الإيه؟ فلوينج. أو سميه انجكشن حتى عشان تبقى احسن، انجكشن بروفايل، تمام، واقول له اوكي. يقول لك ايه هنا بقى في الانجكشن بروفايل ده؟ في شويه حاجات كده احنا بنسيبها ستاندرد زي ما هي، ما بنغيرهاش الا في ظروف معينه، يعني ده سيب الديفولت زي ما هو، يهمك السبينر زي ما يقول لك. هو شاف ان انت عندك اتنين سبينر، هو شافهم، واحد اسمه اف بي اس وواحد اسمه فلو، انت عاوز انهي واحد فيهم؟ انا اختار الاف بي اس الفول بور، ده انا عايز اعمله كاليبريشن واحسب منه سرعات. طب ايه تاني انت محتاجه؟ مش محتاج بريشر وتمبريشر عشان تقدر تحسب، محتاج. فبيروح هنا حاجه اسمها ريفرنس تشانلز، في ريفرنس تشانلز دول هتلاقي بريشر وتمبريشر ودنسيتي. الدنسيتي عاوزها ليه؟ عشان يعمل ها يعرف البروبرتيز بتاعت الووتر اللي بيتحقن ده، اذا انت مش مديله في البي في تي هيعرفها من هنا. فاحنا هنعمل التو ترايلز دلوقتي، الاول انا علمت على ده، طيب عايز اعرف التمبريتشر، اقول له ماشي خد التمبريتشر اهي، التمب مش الدي تمب، دي تمب دي ديريفاتيف، خد التمبريتشر بروفايل بتاعك من الداون، انا دايما بفضل الداون فروم ذا اكسبيرينس، بفضل الداون في البريشر وفي التمبريتشر داون باسل، وبنفضل في الهولد اب اللي هو الكاباسيتنس او الدنسيتي بنفضل مين؟ الاب باسز والتول اندر تنشن والتول نفسها ايه؟ ستريت في الفلويد وبتقرا كويس. ايا كان مش مشكله ما بتفرقش كتير. هنقول له اوكي البريشر هتلاقي اقرا حاجه اسمها البريس او البريشر. امبارح كان اسمه كيو بي، كيو بي ده اسم بتاع بيظهر من شركه ومسميات من شركه معينه مانيفاكشر معين، ده بيظهر من مانيفاكشر تاني بس الاثنين في الاخر ستيل كوارتز بريشر جيجز. It gives you the pressure in PSIA. البريشر اختار برضو عايز افريج بريشر كيرف، اقول له خده من مين؟ من الثري كيرفز دول. انا بعلم له على ده ايه؟ الثلاثه بتوع الداون، بقول له خدهم اعمل لهم افريج. عايز تاخد كله خد كله اهو عادي مفيش مشكله، اقول له اوكي. عندك دينسيتي هنا ما عندكش دينسيتي، فلو دوست الا الدي بي
دي زي اللي انت عملتها، ودول انا عارف ان هم غلط. ليه؟ المشكله البريشر مش ستيبل، فما بيديكش جريدينت اصلا، فازاي هتاخد دنسيتي من حاجه ما فيهاش جريدينت ستيبل؟ فمش هدخلها المره دي، هنعتمد على البي في تي من الايه؟ من الفلو بروبرتيز. هنبقى يعني عارفين السلاليتي بتاعت الووتر اللي بنعملها انجكشن، صعبه دي ولا صعبه ولا حاجه؟ ووتر سامبل والناس عارفه الانجكشن سلاليتي كام. بالانجكشن سلاليتي كان اكسبلين اول ذا ووتر بروبرتيز. فنقول والله مش عايزين دي، خلاص كده انا عرفته كل الانتربريتيشن تشانلز اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن بريشر وتمبريتشر والسبينر، هنعمل له كاليبريشن دلوقتي. ظهر عندك الحاجات دي بقت اكتف كلها، شايفها؟ بعد ما عملت الخطوه دي كل حاجه بقت اكتف هنا. سيف وتروح على السبينر كاليبريشن. عشان تكاليبريت السبينر في حاجه اسمها هنا سبينر زونز. السبينر زونز دي بيقول لك عرف النقط اللي عندها سبينر، او تروح على حاجه اسمها مين وتدوس على سبين هنا، سبين دي اللي هي سبينر، تمام؟ وتقول له تدوس عليها كده يديك الاوبشن انك تختار على التراك ده بتاع الزد، تختار مكان ما عايز تعمل ايه كاليبريشن للسبينر. اقول له والله انا ممكن اعمل الانترفال دي مش كل السرعات فيها ستيبل مثلا، الا دي، الا مين؟ ال 120 داون، ممكن تبقى تشيلها من ايه؟ من النقط بتاعتك. فممكن اخد مرتين مثلا، او اخد مره واحده مثلا عند المكان الصغير ده، او تحت ما بقت السرعه بقت ستيبل كده، اخد دي، دي بوينت هيعمل عندها كاليبريشن. ممكن اخد بوينت تانيه هنا كده، بعد ما خلصت الانجكشن ده وخلصت كل البروفايل ده، اخد تحتها هنا في الجزء ده، او ممكن اخد واحده هنا، ممكن اخد براحتك بقى. انت كنت زمان الاول كان بالنسبه لك الموضوع صعب ليه بتعمله بايدك، لكن هنا ممكن تعمل اللي انت عايزه. وكل ما تاخد ستيشنز اكتر وتلاقي فيه ريبيتابيلتي في الكاليبريشن بتاع السبينر، ثريشولد وسلوب، يبقى انت كده شغال السبينر بتاعك ايه تمام. ممكن اخد واحده هنا اهو في الستيبل، ممكن اخد واحده كمان تحتها هنا. اللي جايه دي بقى بتاعت الرات هول الصريح، انا عارف ان كل الرات هول في الاخر، ما هو السبينر خلاص بقى مزير، بس مش مشكله، خد برضو ايه واحده هنا وخد لك واحده في الرات هول مثلا، اهو ده الرات هول الصريح ده. كده انا اخترت النقط اللي كنت بديها لكم زمان عند A B C D، اعمل كاليبريشن للسبينر. هو ده انا اخترت المكان اللي اعمله كاليبريشن للسبينر. تروح رايح هنا على حاجه اسمها كاليبريت، ده مرسوم عليه البريشر السبينر كاليبريشن بلوت، تدوس عليه كده يظهر لك ايه هنا بقى. خلي بالك صغره بس شويه عشان اوريك الحركه. لما بتتحرك على النقط دي بيظهر لك هنا انهي واحده فيهم بتبقى هايلايتد كده، اهو اتحرك تبقى دي. فعند كل واحده اقدر اشوف الايه السبينر. تعال نبدا من ايه، من اللي تحت خالص الريد هول. انا هختار اوبشن هنا حاجه اسمها اندبندنت ثري شولدز. اندبندنت ثري شولدز دي الاوبشن الثاني بيخليك تاخد افريج ثري شولد لكل الايه الستيشنز دي. انا هقول له لا، انا هسيوم ان انا عندي ديفرنت فلويدز واعمل لي اندبندنت ثري شولد، كل ستيشن لوحدها طلع لي منها ثري شولد وسلوب. تعال نبص على دي، السلوب هنا كام؟ عايزين حد يعمل انتراكشن معانا كده يا جماعه، السلوب ده كام؟ بتاع السبينر 0.024. ممتاز، ده اليونت بتاعته شايف جنبها ايه؟ ار بي اس بر ايه؟ انا مش شايف. اف بي فيد بير مينت، اف بي ام فيد بير مينت، السرعه يعني، اللي هو البارامتر اللي كنت لما تحب تحول اي ار بي اس لسرعه تقسم عليه، هو ده. تمام تمام، يبقى كده اكتبه عندك ده عشان اسالك عنه بعد شويه مصطفى. 0.024 ار بي اس لكل فيت بير مينت. طب عايزين نحسب الثري شولد. الثري شولد هي المسافه ما بين الاثنين دول مقسومه على اثنين، صح؟ ما بين الاند دي والاند دي، هو بيحسبها اوتوماتيك مع نفسه. تدوس على بس كلمه ايه؟ ثري شولد هنا، تحسبها لك للبوزيتيف والنيجاتيف، طلع 0.35 اولموست قريبه من الزيرو. نيجاتيف 0.354. حلو؟ طيب دي الزون اللي هنا، طب انا اخدت كاليبريشن فيها بشويه، شايف اتحرك معايا اهو. شايفه؟ اتحرك، السلوب كام؟ 0.024 ده سيم، صح؟ يعني ده سيم فلويد وده سيم سبينر. طب تعالى نعمل الثري شولد، نقول له كالكليت، يطلع 0.04، التاني كان 0.35، ده سيم. تمام. تعالى نطلع على اللي فوقيها، ها؟ اي موفد.
طيب تخيل لو كان في انجكشن في الانترفال دي، كنت الاقي فرق ما بين اللي تحتها واللي فوقيها، ده كلهم بيوفرلاي صح على بعضهم، تمام. مفيش فرق لان مفيش فلويد بيتحرك، مفيش فلويد ايه بيتحرك. طيب السلوب ده كام؟ نفسه هو برضه. طيب تاني، ها 0.59، التاني كان 0.35 و0.45 ولا حاجه، كلهم within the range، اقل من واحد كلهم صح؟ تمام. بيحصل ايه معاك؟ ده بقى ده نوع تاني من انواع الايه؟ الكواليتي كنترول، انك لما تعمل بقى كاليبريشن للسبينر at different stations تلقى بيريبيت ذا سلوب وبيريبيت الثري شوت نفس الميديوم. ده معناه ان السبينر عمال يعيد نفسه، مهما تعيد من قراءه تعيد من كاليبريشن الحاجه يا جماعه اللي ما تعيدش نفسها مهما تكررها ما تعيدش نفسها. ده كده ده زي الانسان، استغفر الله، زي الانسان الكذاب صح؟ تمام. ما يعرفش يعيد الكلام نفسه. الانسان الصادق يعيد الكلام نفسه، لو قاله 10 مرات يحكي الحكايه هي هي صح؟ لكن الكذاب يحكي لك الحكايه 10 مرات كل واحده مستنيه الثانيه. ده نفس الشيء، كل ما تتحرك تعمل كاليبريشن تلقى بيريبيت بيريبيت بيريبيت، لان هو التول از ريسبوندنج فيري ويل، ما فيهاش اي مشاكل خالص. تعال نبص على اللي فوقينا نفس الشيء 0.024، نعمل الثري شولد 0.24 كل اقل من واحد، كل وين ذا سيم رينج، نطلع على اللي فوقيها. شايف معنى كده ان التو انترفالز دول ما شافوش فلويد خالص، لان الحد فوقيها اهو انا ماشي مع مين؟ مع الريد هول بالظبط او مع الزيرو فلو، او اعمل الثري شولد كله طالع ايه زي ما انت شايف كده. نطلع على اللي فوقيها نفس الكلام 0.024، ها 0.41 كله وين ذا سيم رينج، اقل من 0.5 ولا حاجه كله صح كثري شولد. اطلع بقى على اللي فوقيها خالص، هنا بقى الفرق، شايف ايه اللي حصل؟ دي بعيد عنهم خالص. الشيفت اللي حصل ده ما بينهم بسبب الفلويد، ولو عاوز الفي فلويد امد ده كده لحد ما اقطع الايه الواي اكسس وامشي افقي لحد ما اقطع الخط بتاع الريفرنس لاين واطلع اقرا الايه السرعه اللي هنا. وضحت؟ زي ما كنا بنعمل زمان بقى. تمام. تمام؟ طيب وانا هعملها في مكان تاني دلوقتي، بس خليك معايا لما نخلص للاخر. ده كده خلاص، ده مش هيوريك ثري شولد. عارف ليه بقى مش هيوريك ثري شولد؟ لان السرعات هنا مش متناسقه، الفلويد سبيد عاليه جدا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للكيبل، وما تقدرش تجاريها. افرض الفلويد سبيد مثلا 200 300، ما اقدرش انا اتحرك بكيبل 3، انا اخري بتحرك ب 150 140 اخري، دي سرعتك المسموح بيها، بعد كده الرادار ايه يلقطك ده على الطريق. هنا لا، مش هيسمح لك يحصل معاك مشاكل في الايه في الحركه، ما تقدرش، لان ده في الاخر ونش، الونش ده له قدرات مش كده. هنا ثري شولد ككونسبت ما يمشيش معايا، فانا اديله الثري شولد بتاع مين؟ بتاع الباقيين، من نفسي احط له الافرج اللي شفته اللي هو كان كام؟ كان بوينت تقريبا 4، ده الافرج بتاعهم كلهم بالبوزيتيف مره وبالنيجاتيف مره. ماشي؟ واضح كده؟ تلاقي كل النقط طالعه على استقامه واحده، شايف لو وديت الخط الاب والداون كله على استقامه واحده. ما تقدرش تعمل ثري شولد هنا، لان السرعه عاليه جدا. خلصت ده كله، انت ساتسفايد والدنيا تمام، عايز تظبط السكيل شويه ولا حاجه، تقول له والله خلي ده مثلا من نيجاتيف 170 لبوزيتيف 170 السرعه بتاعت الاكس، والواي خليه مثلا من نيجاتيف 6 لبوزيتيف 6، يطلع لك الشكل الظريف ده بقى ايه حلو. تقول له اوكي، هيديك اوبشن بقى ايه هنا، بيقول لك انا عايز اعمل لك الفيلوسيتي بروفايل بالمره، ايه رايك؟ خلاص الكالبريشن اوتوماتيك راح رايح لك على مين؟ هو فاهم السيكونس الطبيعي، يروح على الفيلوسيتي. مش انت بتعمل كاليبريشن عشان ترسم الفيلوسيتي كيرف، تحول السبينر كيرفز دي لفيلوسيتي كيرف، هو ده بالظبط. فبيقول لك انا هديك سامبلنج انترفال كل 0.5، يعني احسب لك هديك سرعه في البير كل نص قدم. حلو، عايز تقللها ماشي، عايز تزودها ماشي، اتس اب تو يو. حلو، انا شايف نص مناسب جدا. كل حاجه عندنا يا جماعه بالاكسبورت ليها الانكريمنت او الستيب بتاعتنا 0.5 فيه. تمام؟ طيب الانترفال بتاعتك فين؟ التوب بتاعك، التوب بتاعي هنا، انا كنت عامل كل حاجه من 7810 لحد 7935، انا الانترفال دي احسب لي جواها السرعات بتاعتي. طيب خلص هو الرينج والانترفال ومعاك كاليبريشن في دماغه، كاليبريشن تاني لو سالنا السؤال ايه الكاليبريشن بالنسبه له؟ ثري شولد وسلوب، دول اللي يقدر بيهم يحول كل الخطوط دي او الكيرفز دي من الار بي اس يحولها لمين؟
الفيلوسيتيز، تمام؟ فهو ده بقى مترجم في دماغه وهو عارفه دلوقتي. تعال نبص بقى على حاجه، الحاجه الثانيه هي ايه؟ قال لك انا هحول القيم من ار بي اس لمين؟ لفيلوسيتي. طيب عاوز شكل للسرعه، يقول لك اخد الشكل ده بتاع مين؟ اخد الشكل ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ هنا طبعا لان الاشكال كلها اشكال السبينر كلها متناسقه وجميله جدا ما فيهاش اي مشاكل، فلو اخدتهم كلهم هيطلع نفس الشكل، اخدت واحد فيهم هيطلع نفس الشكل. لكن تخيل لو عندك واحد من دول الشيب بتاعه مش كويس، مش مظبوط، لو دخلته معاك في الكيرف هيبوظ لك شكل الكيرف بتاع مين، بتاع السرعه. فتاخد بالك تختار بعنايه. بختار ازاي؟ اللي عايزه اسيبه واحد، مش عايزه اقول له خليه زيرو، مش هيحطه معاه في الايه، هو بيرسم شكل الايه، الكيرف بتاع السرعه. الفاليوز خلاص هو هيعرف يحولها، لكن هو قصده دلوقتي عاوز ايه؟ تديني شكل للسرعه، الشكل يبقى عامل ازاي؟ فنخلي كل واحد باعتبار ان كله ايه؟ كله تمام. يعني السبينرات كلها تمام. عاوز بس تكسكلود ال 120 اب ده، ممكن تكسكلود ليه براحتك، او نقول مثلا الاب 120 ده، سوري الاب 90 ده، خلي زيرو. واحسب لنا السبينر. طيب قبل ما يطلع بقى فيلوسيتي بروفايل يا جماعه، انت عارف الفيلوسيتي بروفايل في دماغك؟ عارف؟ انا متصور هيطلع لي حاجه بهاي فيلوسيتي وتنزل لزيرو هنا عند النقطة دي، ولا انت مش معايا؟ لا تمام يا باشمهندس. هتقرا فيلوسيتي ماكسيموم هنا، ماكسيموم لحد ما تقرا زيرو عند النقطة دي وتكمل زيرو لحد تحت، اقول له اوكي هيطلعها لك اوتوماتيك دلوقتي. هو ده اهو، ادي الفيلوسيتي بتاعتك، ها من ماكسيموم هنا. بس هو طبعا اللي لوحه شوية مين؟ ال 30 برضه ده عايز يحس، شايف اللي بقول لك عليه الشكل الشيب، ها؟ لان ده بايظ شويه، شايف عامل ازاي؟ مأثر عليه. فنيجي نعيده من جديد ونشيل ده برضه بحيث نبقى مرتاحين، نشيل برضه الايه؟ ال 90 اللي الدول ده هو كمان. بحيث يتعدل شويه بقى شكله احسن. ادي السرعه الماكسيموم اهي. السرعه ديت ماكسيموم ماكسيموم ماكسيموم، جت قصاد البرفوريشن نزلت 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 لحد ما وصلت زيرو تحت البرفوريشن هنا، وفضلت على خط الايه؟ على خط الزيرو ستريت لاين. وده اللي انا متصور. انا لو باشمهندس على خط الزيرو هنا طبعا مش حاطط في حساباته الثريشولد. لا حاطط. هنا حاطط، هو مش زيك وانت بتعمل بايدك. لا ده سوبر ما تقلقش. كل حاجه داخله في دماغه، يعني ذيس از ده اكشوال فيلوسيتي اوف ذا فلويد بس مش كوركتد. خلاص هو يعمل لها كوركشن دلوقتي، هيوريك الفرق ما بين الاثنين ايه. ماشي؟ تقول مثلا من نيجاتيف 90 لبوزيتيف 20 مثلا، بقى عندك اهو ادي السرعه ماشيه على زيرو والى اخره. سيف ما تنساش. كده انا اتحركت خطوتين، خطوه اولى قلت الكونتريبيوشن عامل ازاي، خطوه ثانيه اللي هي ستيب نمبر 1 في الكوانتيفيكيشن جبت السرعه كالبريشن للسبينر جبت منه سرعه. كده تقدر تحسب ريت، الموضوع بقى اسهل مما تتصور بكتير. خلاص بس تتحرك خطوه، هو بيقول لك انا عايز هنا مديك سيل اسمها البي في تي، البي في تي ديت لازم تحط لي فيها البروبرتيز بتاعت الووتر، لان عشان يحسب ريتس محتاج يعرف الووتر بروبرتيز، صح؟ تمام. طيب عايز الووتر بروبرتيز هنا عشان بس يحسب ريت وخلاص؟ طب هي فين في الريت اصلا الووتر بروبرتيز دي؟ مالتي فيلوسيتي بكام؟ في اريا. وير از ذا بي في تي في البارامترز دي؟ مالتي فيلوسيتي واريا، ادي الفيلوسيتي وادي الاريا اللي مديها له في الايه؟ في الانبوت هنا بتاعت البايب دي. فين البي في تي انبوت؟ ها؟ مين اللي هيجيبها؟ في واحد فيكم هيجيبها على فكرة، مليون بالمئة أنا متأكد، حد فيكم هيجيبها. حاجة ناقصة. طبعا عمري عارفين الريت هو في وإيه يعني. دي بي تي إنبوت دي غريبة بالنسبة لي. لا في اللي هو كنا بنقول معامل، كان في برضه حاجة تالتة بنضرب فيها كده في القانون يا باشمهندس، هي ده حضرتك تقصدها ولا حاجة تاني؟ ما اعرفش ايه هي، ما تقولها لي عشان افتكرها عشان اعرف صح ولا غلط. معامل احنا دايما بنضرب في معامل كده 0.8 تقريبا.
ايوه اسمه الفيلوسيتي بروفايل كوريكشن فاكتور. كوركشن فاكتور. تمام. بوينت 8 في الغالب بيكون يعني فانكشن اوف وات فانكشن فيل ونودز نمبر. تعالي نودز نمبر عشان يجيب لك الفيلوسيتي بروفايل كوريكشن فاكتور. وما سالكش عنه هنا، هو سالك فين؟ اديني الفي بي سي اف. سالك عنه؟ ما سالكش عنه، لان هو هيحسبه، هيحسبه فيري اكيوريت. هيحسبه ازاي؟ بمعلومية الرينولدز نمبر. عشان يحسب الرينولدز نمبر عنده كل حاجة الا الفلو بروبرتيز، عنده البايب وعنده الفيلوسيتي، فاضل له الدنسيتي والفيسكوزيتي، صح؟ هيجيبهم منين؟ عند الكونديشنز دي، من البريشر والتمبريتشر. عشان كده عايز اقول لك دخل لي البي في تي. خلاص؟ لما تدخل البي في تي وهو بيحسب هنا السرعة دي اسمها فيلوسيتي ماتش، او الفلويد فيلوسيتي اللي اسمها في اف، هتلاقي بيظهر معاه ترم اسمه في ام ميكتشر فيلوسيتي. دي الفيلوسيتي المتصححه، هيصححها لنفسه جوه برضه. دي مش متصححه الكوريكشن، دي مش مضروبه في الكوريكشن فاكتور. اللي مضروبه في الكوريكشن فاكتور هتظهر معاك جوه، ماشي؟ يبقى كان لازم هنا اديله البي في تي عشان يعمل ايه؟ الكوريكشن بتاع الايه؟ الفيلوسيتي. ادوس عليها كده، انا عندي هيدروكربون هنا، لا اختار اللي عندك. انا ما عنديش هيدروكربون اشيله، انا عندي بس ووتر، صح؟ تلاقي كل السيلز بقت ديس اكتيف او نون اكتيف، الا مين؟ الا بس السيل بتاعت الووتر. عايز منك سالينتي بس، السالينتي بتاعت الميه دي تقريبا 55000 اللي بتتحقن في الابار دي، بس سالينتي وكتر الف خير، واقول له اوكي كده انتهت القصه. طيب هنا جميل، لحد كده كويس. ايه اللي معاه دلوقتي عشان يحسب الريت؟ الكوريكشن فاكتور معاه، البي في تي، وهيحسب هو معاه السرعه ومعاه كل حاجه، معاه الفلويد كده. انت عرفت الفلويد طيب ايه والبي بي تي بتاعته، هيظبط الدنيا. معايا السرعه، فيلوسيتي معايا، السرعه فاضل الاريا، معايا الاريا انا معرفه الانسايد دايمتر بتاع الكيسنج، تمام. بس ناقص حاجه صغيره خالص، ايه هي؟ طول. طول فاكر احنا قلنا بياخد الفلويد بيتحرك فين؟ بيتحرك ان ذا نت اريا، جزء من الاريا التول شغلها في النص كده، صح؟ تمام. حواليها، يبقى لازم اشيل التول. اشيل التول، عشان اشيل التول لازم اعرف الكونفجريشن بتاع التول. هنا في كلمه تول اهي، شايفها؟ تمام. ادوس على كلمه تول هيظهر لي هنا، يقول التول او دي ده الاوت سايد دايمتر اوف ذا تول لما تكون قافله، ماشي؟ تمام. وهو ده اللي بيكون فعلا الجزء المصمت اللي الفلويد ما بيتحركش جواه. طب في ايه تاني المفروض ما الفلويد ما بيتحركش جواه؟ البليدز بتاعت السبينر، المروحه، صح؟ ما بيتحركش جواه، مظبوط. فلازم اديله هنا السايز بتاع البليد دي. بيقول البليد دايمتر كام؟ انا عندي هنا 958، البليد دايمتر بتاعها تقريبا 5 اتش، هي 8.8 بس انا ما اقدرش احطها فول بور، بحط سايز اصغر شويه اللي هو ال 5 اتش. كده انا معايا كل البارامترز المطلوبه عشان احسب ريت. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ يقول لك انت عاوزني احسب لك الريت فين؟ فاكر لما اديت لك اي بي سي دي تحسب عندهم الريت؟ هو عاوزك تقول لي بقى الاي بي سي دول احسب لك فين؟ هتلاقي بعد كده هم ماشيين بتسلسل كده، كل خطوه تسلمك للي بعدها. حاجه اسمها كيو كالك، الزونز اللي احسب لك عندها الكيو الريت، تمام؟ اروح دايس كده عليها، تظهر لك الشاشه ديت فيها حاجات كتير جدا جدا انا قريتها واتهريت منها، بس كلها حاجات ايه؟ باي ديفولت بتسيبها انت. واروح قايل له اوكي. راح عامل ايه هو بقى؟ خلي بالك، ايه بقى ايه البلو ده؟ ايه الوايت بلو ده؟ سوري، اللايت بلو ده، دي الانفلو، المكان بتاع الريزرفوار، البرفوريشن اللي هيمشي جوه الفلويد او يطلع منها الفلويد، خلاص. امال ايه بقى الحاجات الجري دي؟ الجري دي المكان اللي هيحسب لك عنده. مثلا انا قلت له خد السكشن ده كده، هيجي عند الزون دي يشوف الافريج فيلوسيتي كام والافريج بريشر كام والافريج تمبريتشر كام، ويحسب الريت عند النقطه دي. طب قلت له انزل كمان واحسب عند النقطه اللي تحتها اللي هي دي، او السيشن اللي تحتها اللي هي دي، هيروح جاي قصاد الانترفال دي كلها، ياخد افريج فيلوسيتي، افريج بريشر، افريج تمبريتشر، ويحسب لك مين؟ الريت، وهكذا. وضحت؟ يبقى البلو ده دي الانفلو نفسها اللي هيوصل، اللي هيحط لك فيها الفلويد او يطلع لك منها فلويد، لكن بحسب عندها كام عن طريق الايه؟ الحساب فوقيها وتحتيها، يعرف دخل فيها كام او طلع منها كام، صح كده؟ تمام.
احنا بقى عملناه كتير بايدينا، ده ما نقفش عنده كتير، بس من ايه، بنكسبلين السوفت وير، وطبعا ابتدي اظبطها كده شويه لو عايز اكستند ليه عشان اخد افريج احسن شويه، ابعد عن الانتري عشان ما تاثرش، وهكذا. خلصت ده كله سيم. الخطوه اللي جايه مين؟ احسب بقى الريتس. خلاص كده انا حددت له احسب فين، هتلاقي حاجه اسمها ريتس اهي صريحه مكتوبه ريتس، اروح دايس على كلمه ريتس يطلع لك بانل بالشكل ده. هنا عندك اختيارات؟ ما عندكش اي اختيارات. في الثانيه كان عندك اوبشنز كتير امبارح، فانت امبارح خدكم جزء كويس. هو بقى بص عليه في الايه، في حطينا فيها السليبج فيلوسيتي دي يا باشمهندس كده برضه. سليبج فيلوسيتي عشان عندي اكتر من فيز بيتحركوا مع بعض، والسليبج ده تختاره ازاي؟ ترايل اند ايرور. لما قعدنا نجرب امبارح مين اللي بيديني، اللي بيعمل ماتشنج على البروفايل بتاع الدينسيتي وبتاع الهولد اب، فاكرين؟ اللي فاتوا يرجع بس للتسجيل هيلاقي الكلام ده، انما هنا ما عنديش اوبشن لان هو سنجل فيز اوبشن، ما فيش اوبشن، هو ميه. خدت بالك؟ هنا تروح على كلمه ريت كالكوليشن اهو، تلاقي اوتوماتيك حسب الريت اهو، فين؟ عند مكان ما انت عايز حسب لك الريت. شايف عندي دي؟ ده التوتال صح؟ التوتال اهو، التوتال اهو حاسب لك الريت كام؟ 6000 وكام؟ 575.6 70 ولا 76 مثلا. حلو؟ ده فين؟ عند الريزرفوار كونديشنز، وحاطط لك قصاده عند الستاندرد ايه؟ كونديشنز. بينهم الفرق مين؟ بي دبليو صح؟ بيتا ووتر. تمام. تقسم التوتال ده تقسمه على الستاندرد، سوري على الريزرفوار، على الستاندرد، يطلع لك البيتا، يبقى بينهم البيتا دبليو. تمام. جميل حلو. دي ده هنا لاحظ بقى، في عندك هنا في سرعتين اللي قلت لك عليهم من شويه. السرعه دي كام؟ اسمها ايه؟ يلا يا جماعه اقروها ما تكسفوش. هو خط واضحه؟ خط صغير اه بعيد قوي، في تقريبا واضح؟ اف. يا عم انتوا شباب، يا عم انتوا ايه؟ عايزين نضارات دلوقتي ولا لسه؟ شباب واضح كده؟ هو في اي في اي اف بي جدع. هي دي بقى كلمه في اي، في فيلوسيتي، واف بي اس فول بول سبينر. ايه بقى كلمه ايه؟ حطها هنا بيقول لان ذيس از ابارنت فيلوسيتي، ابارنت مش الحقيقيه. الفيلوسيتي اللي عايزه تبقى كوريكتد لما اعمل لها كوريكشن بقى سماها فوق هنا في ام، في ام اللي هي الميكتشر فيلوسيتي. الفي ام هنا كام؟ ها؟ واضحه برضه؟ 60.7. طب ودي كام؟ 69.52. تعالي نقسمهم على بعض كده، 60.7 على 69.53 يساوي كام؟ يطلع لك الرقم ده كام؟ 0.87. هو ده الفيلوسيتي بروفايل كوريكشن فاكتور، طلع لك على اليمين خالص اهو، شفته؟ تمام. هو ده جابه منين ده بقى عشان يضرب فيه؟ هو الحقيقه خلي بالك هو ما كانش عنده في ام، في ام اتس اوت، عشان كده حطيتها لوحدها فوق. ايه الانبوت اللي عنده؟ الفي ابارنت، ابارنت فيلوسيتي بتاعت الفول بول سبينر، وعنده الكوريكشن فاكتور. جابوا منين بقى؟ الديتيلز بتاعته هو عارفها، لو دخلت على البارامترز هنا هيقول لك ادي الدينسيتي وادي الفيسكوزيتي وادي البريشر والتمبريتشر والاي دي وهو الاخر، وكل ده ياخده مع بعضه ويحسب لك مين؟ يروح يحسب الفيلوسيتي بروفايل كوريكشن فاكتور، يجيبه لك هنا يضربه في دي يطلع مين؟ الفي ميكتشر. طب بيحسب الريت على انهي، على دي ولا على دي؟ على الفي ميكستشر. الفي ميكستشر احسن اللي هي الفي ام الكوريكتد، تمام كده؟ طيب الانترفال اللي احنا واقفين عندها دي فين؟ اللي فوق اللي هي التوتال بتاع البير. طب لما انزل على تحتها، اللي تحتها دي تحت مين؟ تحت البيرف دي، المفروض الاقي ايه؟ الاقي زيرو. لقيت رقم ايه؟ اللي كنت بقول لك عليه بقى، شويه الووتر الخفاف اللي ماشيين مع التول مكملين ايه؟ معاها نيجاتيف 60 بارل ولا حاجه. انزل على اللي تحتها بقى نيجاتيف 40، انزل على تحتها بقى نيجاتيف 40، فواضح ان ال 40 دي بقى ده الزيرو بتاعك، بس هو ما زال قاري حاجات من السبيد ايه؟ خفيفه جدا 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 في الافريج بتاعه. فانا لو جيت هنا اقول له ده اسمه نو فلو بالنسبه لي، وده هيبقى زيه برضه نفس الكلام نو فلو بالنسبه لي. بس واروح قايل له ايه هنا؟ خلصت ده نو فلو يعني ده زيرو.
اما انت بتتكلم يا جماعه 40 باريل كومبيرنج تو 6600 سوري، يعني 6650، ده الايرور يعني حاجه ملهاش لازمه صح؟ ده زيرو نو فلو. خلصت وجاهز، عايز البروفايل، شايف العلامه دي؟ This is for profile creation. اول ما تدوس عليها كريت لك بروفايل خلال الانترفال اللي انت عرفتها له في الاول، تقول له كده اوكي اهو، من 7810 ل 7900 كام؟ 35. بيديك اوبشن هنا كيو زد توتال، كيو زد توتال على التوتال فلو، يعني عايز يجيب لك ريشيوز كمان براحتك اللي انت عايزه، انا بسيبها توتال وخلاص كفايه. بس هو ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان التوتال ووتر اهو معاك، بعدين كل الووتر بقى انجكتد هنا، ده اسمه التوتال بروفايل. بيقول لك هنا شويه جنب الانترفيس عشان تشوف، واجيب لك حاجه اسمها الفيلوسيتي ماتش جنبهم هنا. ايه الفيلوسيتي ماتش؟ خلاص السبينر ما عادش يلزمني بقى، انا بقيت فيلوسيتي اتطورت اهو. بيقول لك ان المايه كانت كلها ماشيه هنا، جت عند الانترفال دي دخلت كلها جوه الانترفال لغايه ما تحت بقى في 60 بارل بس، فخلال الانترفال دي اتحقن كام؟ ده بقى اسمه كيو زد اي فور ايتش انترفال، هيديك هنا هاو ماتش ريت، هنا مثلا 6400 اتحقنوا، وبعد كده هنا اللي هو ال 60 ايه؟ بارل اللي دخلوا في الانترفال اللي تحت. ماشي؟ هنا في نقطة تانية. اتفضل بص بقى على اتفضل يا مصطفى. بقول تمام، وصلت الفكرة. حلو جدا. طب الحاجة التانية بقى، خلي بالك الفكرة مش فكرة انك تعرف تعمل، المهندس مش شغلته انه فكرة انه يعمل، الفكرة هاو تو اكسبلين، هاو تو اكسبلين ذا اوبزرفيشن، ده الدور الأهم ليك. في ناس كتير ممكن تعمل الكلام ده، لو جبت أي واحد بتاع أي حاجة وعلمته السوفت وير ده بيعمل إيه وحمل ده ودخل ده واحد دوس على ده هيدوس ويعمل كل حاجة. لكن هاو تو اكسبلين هو ده المهم دلوقتي، صح؟ احنا عملنا اكسبلين بس بقى فاضل لي حاجه مش عجباني، عايز حد يقول لي عليها. انا خلاص عرفت ان عندي الانترفال دي هي بتاخد كل الميه كل ده وده، بس في حاجه ما زالت مش عجباني. فرق البارلز يعني تحت الانترفال ولا ايه؟ لا ممكن فرق البارلز تحت الانترفال دي يعني لو هي بتاخد، لا دي ولا فرق معانا مش عاجباني. ممكن عشان البريشر هنا يا باشمهندس مش جايين على بعض ولا؟ لا ما دي قلتها من بدري خلاص، دي فاتت بقى عارف ان مش عاجبني خلاص، الكونديشنز مش عاجبانا بس غصب عننا هنعمل ايه طيب؟ مش قادرين نظبطها، بتتعامل مع تولز وبتاع وكلام من انا. في حاجة مثلا مش عجباني، في حد فيكم هيلقطها دلوقتي؟ آخر حتة دي بقى وأنا مش هقولها. طب اتقالت امبارح طيب لو كده هكون مش متابع عنها، لو اتقالت امبارح مثلا أو اتلمح عنها. لا ده ديس بالإنجينيرنج سنس قدامك وأنت شايفها. الإحساس الهندسي عندك عمال يخبط لك عليها. الإنجينيرنج سنس عندها بيطلع في الامتحانات أكتر من لا ما ده اعتبره امتحان يا عم. ها في حاجة هنا شكلها مش حلو، في واحد من التراكس دي في حاجة هنا شكلها مش حلو. في في الفيلوسيتي هنا يا باشمهندس مش راكبين على بعض ممكن. ايوه انت كده الله ينور عليك، ده بقى هو انتشيكس اهو، الراجل قال لك الفيلوسيتي كيرفز مش راكبين على بعض ليه؟ لما عرفت له انت الانفلو يونتس، الانفلو الاماكن اللي بيدخل فيها الووتر، انت اديت له اسامبشن، الاسامبشن ده مش شغال. ايه هو؟ ان كل ده عباره عن هوموجينيوس يونت، الووتر بيتوزع خلالها على نمبر اوف فيتس بالتساوي، معانا 10 تفاحات واحنا 10 بني ادمين كل واحد اخد تفاح، في واحد فينا طماع خد خمسه، الراجل بتاع الاستاتستكس ما شافوش، قال لك انا بفترض ان كل واحد خد ايه؟ خد واحده. في حد هنا خد خمسة فيهم، وفي واحد خد واحد، في واحد خد نص، يبقى إذا مش كل اليونت دي على بعضها، مش كل ال 20 قدم دول أو ال 20 فيت دول مش كلهم حاجة واحدة. لازم تعمل هنا ريزرفوار زونيشن،
لازم تقسمهم، مش كلهم حاجة واحدة. نقسم ازاي؟ تعالى انا اقول لك واحدة واحدة، نعمل زوم عليها كده. هنا عند التوب هنا بالنسبة لك كان في سلوب اهو، مش لحد هنا تقريبا صح؟ ده كله ماشي بترند معين صح؟ تقريبا اه بعد كده بقى في سلوب تاني، وبعد كده بقى في سلوب تالت، مظبوط؟ تعالى بقى نقسم دي، نقسمها ازاي؟ خد الجزء اللي في التوب لوحده، يقف 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 ولا لسه؟ ممكن فوق شوية، ممكن هنا اه تمام. تمام حلو. عشان يعمل هو انفلو تانية محتاج تديله كالكوليشن بوينت في النص، لازم اروح اقول له بقى ايه، هنا في حاجه اسمها كيو كالك، شايفها؟ اقول له خلاص يا عم اقسم واحسب عند النقطه اللي في النص دي، بس تعمله حاجه بسيطه جدا، يعني بوينت 1 بوينت 1 فيت ولا حاجه، حاجه خفيفه. وهعمل لك واحده تاني، انت عايز دي على بعضها ولا برضه تتقسم اثنين؟ تتقسم اثنين صح؟ وقفني انت بقى. ماشي ممكن هنا اه ماشي وقفت هنا، اروح اعمل واحده ثالثه عشان يرسم لي نفس الكلمه، أول تحت لحد الآخر بقى كلها كيرف واحد كلها. بس كده بقت حاجه واحده، وارجع اقول له احسب من جديد الريتس عشان تقسم على دول، بحيث تعمل لي ماتشنج على الايه، الجزء الزوم ده. شغل بقى دي، انتوا قريتوها كويس. عيني على مين؟ على الفيلوسيتي دلوقتي صح؟ اجي اقول له انيشيت، انيشيت اعمل انيشيشن، واقول له سيت اول، احسب من جديد، حسب من جديد، واقول له ايه؟ يلا كريت بروفايل من جديد. اداك بقى عند كل واحده اهو التوزيعه الجديده، كل واحده بقى فيها كام؟ كده ريزنبل صح؟ الله حلو كده السلام بقى. عليكم. ايه خلي بالك، معناه ان انت عندك التوب بتاع الريزرفوار ده، شوف بص على الجمع ليه، هما كلهم زي بعض. التوب بتاع الريزرفوار ده فيري بيرميبل، اخد لو جيت حسبت طلعت انت الريشوز دي من هنا بتاعت الكونتريبيوشن عند الريزرفوار كونديشنز، قلت له بريفيو معلش مش جايبين جنب بعض، هتلاقيه واخد 65%. شايفهم تمام الجزء اللي في التوب ده؟ هو كام ادم؟ تقريبا كده 7 فيت، بيتحقن فيهم 65% اللي هم حوالي 4264 بني في 6 في 6 فيت، يعني كل ادم بيتحقن فيه تقريبا 900 بني، كل ادم قد كده، فيري هاي بيرميبل صح؟ يجي مين تحتها في الدرجه؟ الزون الثانيه اللي هي كام؟ تقريبا 3 فيت اور 4 فيت، وبتاخد كام؟ 1450 بقى. واقله في الكواليتي مين؟ الجزء اللي في البيز البوتوم، ده اقله في الكواليتي صح؟ اللي هو تقريبا كثيكنس اكبر وبياخد عدد نمبر اوف فاليز اقل صح كده؟ ممتاز. تعالوا بقى نحسب شويه حسابات بايدينا ونسجلهم عندك زي ما اتعودنا. حد مش فاهم ده ايه اللي حصل يا جماعه؟ حد مش فاهم انا عملت ايه هنا؟ حد مش وصل لك معايا يفتح المايك ويقول ده مهم جدا، خلي بالك، ودي ميزه البي ال تي، التول الوحيده اللي تقول لك في الحقيقه مين ده، ده هاي بيرميبل ستريك، لا ده مش هاي بيرميبل، ده لو بيرميبل، لانك تقدر تجيب منها حاجه اسمها برودكشن بيرميبلتي، بيرميبلتي بتاعت انتاج، سيبك بقى من الكور ولا مش عارف مين ولا مين، لا بيرميبلتي اللي الحقيقيه بعد ما عملت سيمنت وعملت كيسنج وبرفوريشن والدنيا اتدمرت، اسمها برودكشن بيرميابيلتي. دي مش بيرميابيلتي بالتعريف بتاع البيرميابيلتي بتاعت الروك، لا هو بنفس المنطق من الاخر، الزون دي بعد ما عملت فيها لكل اللي عملته بعد الدريلنج والكوبليشن والسيمنت والبرفوريشن وكله، تقدر تطلع لك كام؟ تمام. الريشو اللي حضرتك جبتها دلوقتي يا باشمهندس كانت من انهي؟ هنا اوت بوت، انا بوقف على المين دايما، اروح على حاجه اسمها اوت بوت، حاجه اسمها بريفيو، هدوس عليها اختار بقى عايز عند ستاندرد كونديشنز يطلع لك، انا بختار اسمها كونديشنز دايما عشان بيديك الايه الكونتريبيوشن ريشيوز اوتوماتيك. ماشي تمام. كل الانتيرفال سميها لك اهي من كام لكام. تعالى بقى نحسب ايه، انا هاخد بس سكرين شوت من ده
او عايز حد بس يسجل الحاجات دي عندكم يا جماعه، ممكن حد يسجلها معايا تمام من الأول كده كده بكل باشمهندس. دول ماشي وخدها البورد انا لو بتاعك. طبعت ده انا كده خلصت. ليه مش ده انت طلعت كونتريبيوشن؟ ما هو ده كونتريبيوشن، طلعت نسبة كل واحدة بتاخد كام؟ طلعت نسبة بتاخد كام؟ طلعت التوتال ريت بتاع كله؟ طلعت التوتال ريت بتاع كله. أنا خلصت خلاص. الباقي ده كله بقى إيه يعني، من إيه؟ من بيت القصير. يعني بقى حاجة من زيادة أو زيادة القصير، يعني حاجة بزيادة بقى، اللي هو تعمل بقى ريبورت، تحطهم في شكل ريبورت، تعمل مش عارف كلمتين تكتبهم بإيدك، توصف اللي بيحصل قدامك، أنت خلاص. كده أنت خلصت. ماشي؟ طب وات إيلس يو كان دو؟ أنا كده المطلوب مني عملته. بس انت اونر، مطلوب مني عملته ديت، هتعمل ايه بده؟ وفي الديسيشن ميكر هو اللي يقول ولا انا اللي بقترح عليه برضه؟ انت بقى اسمك ريكومنديشن ميكر، بتعمل ريكومنديشن. اقول والله انا الجزء ده مثلا ليه الكواليتي بتاعته قليله، طب ما نعمل ستيميليشن حسنه، يمكن الجزء ده عايز ياخد ميه اكتر، ليه التوزيعه دي عامله كده؟ كمان ده شايف البروفايل ده، ده تاخده اوتوماتيك وتعمل بيه ايه اللي كنا بنسميه زمان ايام الدراسه، ده يساعدك في الفيرتيكال سويب افشنسي، صح؟ وتفهم بيه الفيرتيكال هيتروجينيتي. لا تروح للناس بتوع مين؟ ريزرفوارهم، الناس اللي بيعملوا موديلنج وبتوع الجيولوجيا وبتوع مش عارف ايه، تقول له يا عم لا ده انت عندك هنا في فيرتيكال هيتروجينيتي عاليه جدا، اللي منها بقى تروح تحسب بايا كان، فاكر كان اسمها ايه؟ لورنز، ولا كان اسمه ايه؟ لورنز كوفيشنت والحاجات دي، تحسب اللي بنسميه احنا الهيتروجينيتي كوفيشنت، اللي منه بتحسب الفيرتيكال سويب افشنسي، اللي بيدخل كبارامتر مهم جدا، واحد من ثلاثه بارامترز بيدخلوا في الريكفري افشنسي بتاعت الووتر فلودنج، اللي بتطلع لك الفاليو، اللي بتطلع لك الفلوس، اللي بتطلع لك الريفينيو الربح، ده جزء منها مهم اهو، صح؟ طب حاجه تانية انا ممكن اخليك تفكر بشكل، فكر معايا، خد بس اكتب الايه انفل، اكتب واحد، دي كام ادم، هنكتب بس نمبر اوف فيتس، دي كام ادم من 27 ل 34، قول 7 فيت، صح؟ تمام 7 فيت حقنت فيها قد ايه؟ 4263 بارل. 64 64. طيب بعد كده الثانية كام قدم؟ 3 فيت الثانية تقريبا 3.5، تمام صح؟ فيها 1400 قول 49. تمام الثالثة دلتا مفيش يعني 65 دي كام؟ من 37 قول ل 3، من 38 ل 43، صح؟ تقريبا 833 800 838 ل 43، يعني 5 فيت، تاخد كام؟ في 797. حلو خلاص خلصنا من ده. حاجة تانية قبل ما اروح للنقطة ديت، بس تقدر تاخد من هنا الافريج انجكشن بريشر اهو 4883، ماشي؟ ده برضو حاجة ممكن تستخدمها تهمك في الموديلنج. معلش يا باشمهندس، من فين الافريج بريشر؟ معلش او هقف على البريشر ده هنا، هتلاقي الافريج بيتقري تحت على الايه، على اقصى الشمال عندك خالص. تمام. ايه فرنسا انت عايزه عند الميد بيرف؟ خلاص اقف هنا وخده عند الميد بيرف 4980، اي مكان يعجبك تقف عنده تقراه، السوفت وير صديقك بيقليك كل حاجه ايه بسهوله. تعالى بقى نفتح اكسل شيت كده، استاذنك بقى، احنا عندنا كام انفلو؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، صح؟ تمام. للإنفلو مش هتشغل الكبس مالك كده اليوم مش هحط. بعدين ايه اللي جنبها؟ لينف، ماشي؟
بالفيت كام بقى؟ اول واحده قلنا 7 فيت 7 بعد كده 3.5 بعد كده 5 الرابعه احنا ما خدناش قرايتها ما لحقتش. لا سيبك من الرابعه دي، ما هو كان احنا همنا الكبيره، الكبيره كانت 3 احنا فوكس عليهم. اوكي طيب نيجي بقى بعد كده مين؟ الليت الكيو دبليو 4264 بارل بعد كده 1449 بعد كده 797 بارل. ممتاز حلو جدا. عشان اعرف اقارن الكواليتي لازم اعمل نورماليزيشن. يعني مثلا انت بتقول الزون دي احسن ولا دي؟ ما اعرفش. بالنسبه للثيكنس، الثيكنس مختلف، عايز اعمل نورماليزيشن. تيجي تعمل هنا حاجه اسمها ايه؟ مثلا على فكره انا الافكار دي بالفها من عندي. قول اندكشن بالايه؟ بالفول. قول بيساوي ده على مين؟ على ده. يطلع لك كام؟ 609 صح؟ تمام. والثاني 414 والثالث 159. شايف؟ كده القصة إيه؟ أقدر أقارن أقول أه الكواليتي بتاعت الأدم ده أحسن من الكواليتي بتاعت الأدم ده أحسن من الكواليتي بتاعت الأدم. بالسبيسيفيك بي أي اللي إحنا اتمليناها مع حضرتك إمبارح. أيوه بس هنا بقى مش بس هنا أنا مش عارف أحسب أوبجيكتيفيتي. طيب هديك أسامبشن تاني. هعمل لكم سيف لده ماشي؟ تمام. هعمل لكم سيف ليه؟ طيب سيف از قلت لكم فين؟ في اس بي على الديسك توب. ديسك توب ديسك ماشي كده ايه خلصنا من الجزء ده. طب تعالى نعمل حاجه تاني. هنا نقسيوم ريزرفوار بريشر كام؟ 3000 اس اي ماشي. ده ريزرفوار بريشر. عاوزين نعمل حاجة تانية بقى، بس هاخد ده احطه فوق كمان معلش. تقدر تحسب هنا البريشر درو داون؟ معايا الافريج من الريزرفور نفسه؟ ده اهو 3000، وعندك بقى مين؟ الانجكشن بوتوم هول بريشر صح؟ قريته من الايه؟ البي ال تي اللي كان 4000 قول 900 مثلا. ده كده هقول لك ده جيفن ماشي ما تتوهش. ده مين؟ تي اس اي اي مين؟ البي ال تي. ممتاز. البريشر دول هيساوي ايه؟ الدرو داون هيساوي الانجكشن ناقص الريزرفوار بريشر. نكتبه بقى ايه؟ والبي اس اي ونحط بقى تحتيه القانون بتاعه عشان الناس كمان تبص عليه تعرف. نقول الدرو داون بيساوي الريزرفوار سوري الانجكشن ناقص الريزرفوار بريشر ماينس الريزرفوار بريشر. يبقى هيساوي ها 4900 ماينس كام؟ 3000 صح؟ وده ثابت لكل الايه؟ لكل الليرز دي. تمام. مواصلها ثابت هو هو صح؟ نقدر نحسب حاجه اسمها انجكتيفيتي اندكس البارل بير داي لكل بي اس اي ونحط تحت القانون بتاعها. نقول الانجكتيفيتي اندكس بتساوي ها الكيو دبليو على
الترو ده ماشي يا شباب، بيساوي فين كيو دبليو؟ اهي فين الدرو داون؟ اهو اسمها الاكتيفيتي اندكس بتاعت مين؟ بتاعت كل زون، بتاعت دي اسحب لتحت، بتاعت دي اسحب لتحت، بتاعت دي. شايف الاكتيفيتي؟ شايف الفرق عامل ازاي؟ تمام. فرق كبير صح؟ كمان اقدر اجيب حاجه اقول اسمها specific injectivity index بالبل بير دي لكل بي اس اي لكل فوت، دي تساوي specific دي injectivity index هتساوي ال injectivity index مقسومة على الفيتس. تمام؟ بيساوي على مين؟ ها 0.321 ده 0.218 ده 0.084 واضح. ده بقى كواليتي انديكيتور، ده كواليتي انديكيتور ليه؟ لان ده بيوري الكواليتي بتاعت القلم الواحد. كل كده نعمل نورماليزيشن نفهم ايه، نفهم الدنيا على طول. واضحه كده؟ تمام. كل دي افكار ممكن تعملها، تعمل نفس الكلام على البرودكشن بس هتسمي مسميات مختلفه، هي هي نفس الكلام بس عندك. ده بقى هنا لو جيت قلت التوتال بتاعك كله، التوتال عندي هنا كيو السمجن بتاع دول صح؟ ده التوتال ريت كده، والدرو داون بتاعي ده سيم ده 1900 صح؟ ما جيش عند الحاجات اللي فيها سبيسيفيك دي وتعمل توتالات ماشي، ما تجمعش الاقدام، لا هو تخليك كده. تعال نشوف التوتال انجكتيفيتي بتاعت البير اقول بيساوي السميشن بتاع ده كله صح؟ بتاع كل الطبقات كل واحده بتدي قد ايه؟ يبقى ده الانجكتيفيتي اندكس بتاعت البير ماشي؟ تمام. دول ما ينفعش تعملهم افريج، تبقى انت خبيت المعنى المطلوب. لما تاخد التوتال ريك كله وتقسمه على النمبر اوف فيتس بتاع البير وتقول ده الافريج بتاع البير ده، انت بتخبي كده الايه؟ المطلوب، لانها كواليتي انديكيتور، عايز اشوف كل طبقه عامله ازاي. واضحه كده يا شباب؟ تمام واضح يا شباب. هنا بس هنقول ده ندي كل حاجه ايه؟ نقولهم كده بلون ونقول ده تبع ايه؟ كده بي ال دي ده، وكل دي عباره عن ايه؟ كالكوليشنز كالكوليشنز. دي البي ال تي داتا وده مين؟ ودي كلها عباره عن ايه؟ كالكوليشنز. تفيدك بقى في موديلنج، تفيدك مش عارف ايه، في حاجات كتير تفيدك فيها ماشي؟ بكده احنا خلصنا الايه؟ الاكسرسايز المطلوب على الانجكشن لوجينج. تمام؟ تمام. انتوا وراكم حاجه ومشغولين؟ حد عنده مشكله شباب لو كده يفتح المايك يقول. كفايه؟ وانا عن نفسي عندي مش يعني بس لسه قدامي شويه مثلا 6:30 كده لو هنلحق قبليها ماشي. ما اعتقدش ان احنا هنطول. 7:30 عندي في، لا عندي في القاهره 6:30، عند حضرتك 7:30. تمام ماشي. فحد عنده مشكله في الوقت ده ولا قبله؟ احنا كده مش المفروض ناخد اكسرسايز تاني زي ده ولا هبقى ايه اللي فاضل؟ والله احنا كنا هنتكلم على البالس النيوترون او هنضطر ناجله بقى لفين؟ للادفانسد في
ادفانس ممكن برضه زي ما زمايلنا الإخراجيين لو في تفاعل برضه يكون أفضل. أنا إن شاء الله الأدفانس دي يكون في ناس أكتر حضرة، ويوسف برضه يكون موجود معانا عشان هو مسحول في الشركة النهاردة. ف تمام. انا رايي ناجلهم، ناجله للسيشن اللي جاي. اللي جاي ده بقى هيبقى عباره عن ايه؟ خلي بالك كل يوم حاجه جديده. يعني الكيس ده لوجنج اللي جاي ده او الادفانسد او فيرجن 2 هيكون رقم واحد. هنبدا بايه؟ بنفس البي ال دي ده، بس الادفانسد بي ال دي مالتي اريز كانت اصعب شويه، هنقضي فيها يوم اكسرسايز بسوفت ويرز بكل حاجه. تمام. بعدين ممكن ناخد البالسد نيوترون ونقضي معاه يوم كويس. تمام. بعد كده هناخد الكروجن تولز، المالتي فينجر كاليبر والترا سونيك تولز، وازاي تعمل لهم بروسيسنج، وناخد معاهم يوم لكل واحد سيشن. تمام. تمام. لثلاث ايام. اليوم الرابع ممكن، لا ممكن بتاع الكروجن ده يتقسم يومين كمان. اليوم الرابع ده هيكون السيمنت ايفالويشن، ازاي تشوف السيمنت ايفالويشن، ازاي تعمل سيمنت ايفالويشن، تشوف اللوجز وعلى السوفت وير والكلام ده كله، الالترا سونيك والسي بي ال والفي دي ال والكلام ده كله. ده التارجت بتاع اللي جاي. لقينا في وقت ان شاء الله هندي فكره برضو عن ادفانسد برودكشن لوجنج تولز اللي هي اسمها السبكترال نويز تولز، هندي فكره عنها تمام ازاي بتساعدنا، ازاي بقى يعني الفيزكس بتاعتها عامله ازاي، ما لهاش انتربريتيشن بروسيسنج، هي بتبقى قصه بروسيسنج وفريكونسي رينجز كده، تبص بعينيك تعرف الانتري الانتري فين. هي فيجواليزيشن اكتر من اي حاجه تانية. خلاص تمام يا شيخ. تمام. كده انا يعني وصلت للاخر معاكم ان شاء الله بالنسبه للايه، الفاندمنتال فيز 1 في الحمد لله. ارجو ان احنا نكون قدرنا نضيف لكم حاجه جديده. احنا حاولنا طبعا يمكن ده مش الافضل، بس هو فعلا الوقت كان ضيق جدا جدا جدا. احنا جهزنا حاجه كده على القد، حاولنا ان احنا نوصل لكم البراكتيكال والابلكيشنز اكتر من ان انا ايه احكي في ثيوريز او كلام زي كده. الثيوريز في الكتب، حاولنا نقلك الطبيعه العمليه، الصعوبات اللي موجوده في الاويل فيلد. طبعا ان شاء الله يعني نتمنى دي مجرد بدايه، دي بس مجرد بدايه، مش هقدر اديك كل حاجه ايه عندي في وقت زي ده، وانت مش هتقدر تستوعب كل حاجه في وقت زي ده، لكن دورك انك تاخد اللي نسميها فرشه، وانك تبني بقى على الايه، على اللي خدته ده، تطور نفسك في مهاره زي دي، فرصه ما تسيبهاش. حاجه زي ديت فعلا معاك، تنفعك في سي في، تنفعك في انترفيو، تنفعك لما تشتغل بعد كده، الكونسبتس دي هتنفعك، تفرق معاك، تكون داخل على ليفل معين كده، ما تكون داخل من الزيرو. خد بالك؟ انا قلت كده اللي عندي. طبعا بنقول لكم تحيات الايه، شركه سينرجي هولدنج اللي هي الشركه اونر كمباني وشركه ايستر ناشونال هي الشركه السبسيدري منها اللي احنا بنشتغل فيها في الاويل فيلد وفي شغل الواير لاين. تحيات، بنقول لكم تحيات كل الناس عندنا، ومرحبين جدا جدا بيكم، وكانوا يتمنوا يكونوا موجودين معانا، يرحب بيكم اكتر، لكن بس هي ظروف العمل والانشغال يعني. فشكرا لكم، شكرا شكرا لكم كلكم، وشكرا لوقتكم، شكرا للشباب في الاس بي اي، وان شاء الله تكرروا الحاجات دي باستمرار، وتقدموا لزمايلكم حاجات مفيده دايما يا رب ان شاء الله. شكرا حضرتك والله على وقتك وعلى مجهودك، يعني حضرتك ما شاء الله من الناس اللي يعني مش بس الموضوع شرحه كده، لا بجد حضرتك يعني نستفيد اكتر من اسلوبك، فجزاكم الله خيرا يعني. شكرا وجزاك يا اخي، ربنا يبارك فيك. شكرا جدا. شكرا شكرا لنا، شكرا لكم كلكم. شكرا يا باشمهندس مصطفى. ان شاء الله هنرتب مع 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 يوسف ومعاكم مصطفى موضوع السيرتيفيكتس. ماشي خلاص تمام يا باشمهندس. ماشي لو تقدروا تخلصوا يعني الكيس ده هول 1 قبل ما الثاني يبدا، كل واحد عنده سيرتيفيكت قصدي حضرتك. ايوه يكون احسن طبعا، خلاص تمام، لان هم بس مختلفه. تمام احنا كده كده معانا الاكسل شيت بالبيانات، ولو كده تمام هتواصل هدي ليوسف ويتواصل بحضرتك. الشباب كلهم ما شاء الله يعني انا متاكد ان هم كان في تفاعل كويس جدا واستفادوا، فعايزين ندي سيرتيفيكتس للناس كلها. فارجو ان ايه لو تقدروا تخلصوها قبل التاني ما يبدا تبقى احسن. خلاص تمام عشان يديها للناس كلها. تمام هنكون شاكرين لحضرتك جدا يا باشمهندس والله. شكرا لك يا باشمهندس شريف، تسلم يا اخي، فرصه سعيده. وشكرا يا باشمهندس امنه، شكرا يا باشمهندس ماركو، شكرا لكل الشباب، يعني سعدت بلقائكم جدا جدا يعني. احنا اسعدنا. الله يكرمك يا اخي، ربنا يكرمك. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله، ميعادنا الاحد القادم ان شاء الله اذا كان في العمر الوطيه يعني، ان شاء الله ميعادنا على كيز هو لوجينج 2
هنبدا بالادفانسد برودكشن لوجينج، بحيث ان يبقى في تواصل لوجينج وراء بي ال تي وراء بي ال تي بس ادفانسد. تمام هتشوف حاجات كده تكون ايه اصعب شويه، الكيس اعقد شويه، بس ما دام انت عندك البيزكس دي خلاص هتساعدك ايه في الادفانس ان شاء الله. خلاص تمام يا باشمهندس، شكرا يعني. نشوفكم على خير يا شباب، ان شاء الله. مع السلامه، الف سلامه لكل الناس من دول.